فيديو النهاردة عبارة عن شوية لك عن الحاجات اللي اشتريتها الشتا دوت، زي ريفيو كده هنقول فيه ايه احسن حاجات اشتريتها وليه هي كانت احسن حاجة بالنسبة لي، وهوريك قائمة المشتريات بتاعتي وجبت منها ايه. كنت عايزة اقول لكم هاتوا حاجة تشربوها، ولكن غالبا هنبقى صايمين لان احنا في رمضان، فيلا بينا نبدأ الفيديو على طول من غير حاجة. هاي انا بسنت، بعمل فيديوز عن الفاشن وشويه حاجات كده. طيب اول حاجه هتكلم فيها دلوقتي ان انا الفتره اللي فاتت كنت بحاول اعرف ستايلي، وكنت بحاول اركز ايه هو ستايلي بالظبط، وده كان من ضمن الاسباب اللي خلتني ابدا قناه يوتيوب علشان يبقى عندي حافز كده اللي هو اشتغل على الموضوع بجد، وده خلاني اكون حريصه اكتر وانا بشتري، ابقى عارفه انا بشتري ايه، ابقى عارفه ايه اللي ناقصني، ايه اللي محتاجاه، وبالتالي ده خلى دولابي كله يليق على بعضه اكتر، يبقى عندي حاجات بحبها بس، واغلب الوقت بلبسها اكتر من مره وبكررها اكتر من مره وانا مستمتعه بيها ومبسوطه وانا بعمل. وده نقلني لاول حاجه او وصلني لاول حاجه، وهي قائمه المشتريات. قائمه المشتريات انا كنت عاملاها اول الشتاء بالحاجات اللي ناقصه عندي والحاجات اللي انا محتاجاها. جبت بقى منها ايه؟ ده اللي هنعرفه. انا قائمه المشتريات بتاعتي كنت كاتباها على التليفون القديم، ولكن انا دلوقتي معايا تليفون جديد، فهنزل لكم دلوقتي بقائمه كده بالحاجات اللي انا كنت محتاجاها، بس انا ما عرفش اخدها سكرين فهنزلها لكم دلوقتي. طيب اول حاجه هي البلوفرات. انا اول الشتاء لما جردت عندي الدولاب كده وشفت ايه اللي ناقص وايه اللي محتاجاه، اكتشفت ان انا محتاجه البلوفرات. انا بحب البلوفرات جدا، بحسها عمليه، اقدر البسها تحت جاكيت، اقدر البسها لوحديها لو واسعه شويه، اقدر البسها تحت تحتيها قميص، ايا يكن يعني هلبسها ازاي، فبالنسبه لي هي حاجه عمليه. كنت محتاجه كذا واحد، جبت اكتر من واحد وكلهم كانوا حلوين وعمليين غالبا، يعني لان انا جبتهم يعني بالوان بحبها، كلهم بالنسبه لي حلوين وما كانش فيهم حاجه مش حلوه. في بقى بلوفر بسوسته كده كان نفسي اجيبه، انا شفته في خادم الوليد وقسته، ولكن وقتها ما كانش معايا فلوس فما جبتوش، ولكن هو صورته اهي، انا كنت عايز زي ده، ولكن انا اللي جبته اللي هو دوت، هو مخطط كده وشكله يعني هو ما فيهوش حاجه غير السوسته شبهها، ولكن هو برضك بالنسبه لي حلو جدا وعملي، ويعتبر نسبيا بديل للتاني لغايه اما اجيب التاني دوت. اللي في بقى الكاردجانات ام زراير اللي هي كانت نازله ترند جدا الشتا اللي فات، وغالبا هتنزل ترند تاني معانا في الصيف، بس هتبقى خامات مختلفه. انا جبت منهم ثلاثة، في اللي هو الاورنج دوت او السيموني دوت، مع ان انا مش عارفه درجته ايه، بس هي حاجه في الاورنجات، هو كان بنص كم زي ما قلت قبل كده وانا قصيته قط. إيه هو حلو وشكله كيوت، ولكن هو اضافه للاوتفيت، مش حاجه اللي هو مثلا اقول عليها بيزك او حاجه اللي هو اساسيه، يعني ممكن ما كنتش اجيبه عادي خالص. إيه فهو حاجه زياده خير كده، بس بما انه كان رخيص فحاجه يعني حلوه كويسه. إيه واقيمه مثلا ممكن 7 من 10، علشان لونه بالنسبه لي مش عملي قوي مع هدومي، وفي هدوم ياما عندي بنفس الدرجه، ولكن مش عارفه كنت حاسه لو كان لون مختلف او درجه مثلا من الدرجات اللي انا احبها اكتر هيكون عملي بالنسبه لي. الدجانين دولت الكحلي ده عملي جدا جدا جدا، مش قادره اقول قد ايه بيريق معايا على حاجات ياما جدا، وبقدر البسه لوحده مثلا تحتيه بلوفر والبسه على بنطلون كانه هو البلوفر، وممكن البسه على جاكيت، ممكن البسه على كأنه جاكيت، ممكن البسه تحتيه اي حاجه، ممكن البسه تحت جاكيت بردك مقفول، وطويل جدا لو حد بيحب مثلا الحاجات الطويله وكده، فساعات بتنيه وساعات بلبسه طويل، فهو عملي جدا بالنسبه لي ولونه حلو وبيزك، وده اديله 10 من 10. وفي البيج دوت، البيج بردك ساعات بلبسه مقفول، بس هو عشان تخين شويه وفيه ضفاير فمش بتلبس مقفول قوي ومتني معايا زي الكحلي، ولكن هو حلو جدا وبيرق معايا لاكتر من حاجه برضو، وفي حاجات ياما بلبسها عليه يعني او تحتي، ومسته كمان الضفاير وشكل الباترون بتاعته ديت مخليه شكله قايم، وبرضك اديله 9 من 10 عشان بس ما ينفعش يتلبس متني لانه تخين جدا. بس دي من الحاجات العمليه جدا، واللي انا اشتريتها رخيصه جدا بالنسبه لتمنها بره، واقدر اجيبها بكام وكل الكلام دوت، فادي لنفسي 10 من 10 على على الذوق الرفيع. كنت محتاجه بنطلونين، انا جبت بنطلونين، ولكن الصراحه للامانه الاتنين ما عجبونيش، انا مش اي بنطلون بيعجبني، وقليل جدا لما اجيب بنطلون بيعجبني. الاتنين بالنسبه لي انا كنت قايله لكم، كنت قايله قبل كده في فيديو لما كنت لما قلت ان انا جبتهم ان انا هلبسهم الاول وبعد كده اقول رايي فيهم، لان انا بعرف البناطيل اكتر لما بلبسها. البنطلون الاولاني قصته نسبيا اللي هو دوت، قصته نسبيا مش احلى حاجه، هو المفروض مامي جينز، بس هو مش قصته مش حلوه من فوق، في نفس الوقت انا قفلت كمان الجيوب علشان تلم لما البنطلون يقفل كده. البنطلون الوايد ليج
كان سيء جدا الصراحة. يعني لو هديله رقم من 10 ممكن اديله 3، والتلاتة دول علشان بس قصته كقصة هو حلو جدا، لانه بيرفع وبيطول طبعا واسود، ولكن كخامة خامته رديئة جدا، مش جينز اولا، هي جبردين كده، والجبردين بيبيض بسرعة. يعني انا لبسته لبستين تقريبا، بس انا اول لبسة خربته صراحة، يعني كنت باكل وجبت عليه اكل فالاكل ما طلعش منه، وهو بيبيض كمان مع اللبس، ف رديء جدا. بمناسبة البنطلونات، ان شاء الله الفترة اللي جاية هنزل فيديو حلو جدا عن البناطيل، لان انا جبت بدل البناطيل ده جبت بناطيل تانية، فهصور كده فيديو كده ان شاء الله نتكلم فيه عن كل انواع البناطيل، وايه اللي ينفع للناس اللي جسمها كيرفي زي حالاتي، ايه هي البناطيل مثلا، او هي الخامات اللي نقول عليها حلوة هتلم الجسم وهتدينا شيب حلو كمان. بس ان شاء الله تابعوا بس، واعملوا سبسكرايب للقناة علشان تشوف كل جديد. بالنسبة للبنطلونات، انا كنت قايلة ان انا محتاجة، انا كنت كاتبة في قائمة امنياتي ان انا محتاجة 3 انواع بنطلونات: بنطلون وايد ليج اسود، وبنطلون مامي جينز، وبنطلون ستريت. انا مجبتش البنطلون ستريت، بس جبت البنطلونين التانيين، وريفيو عنهم مش احسن حاجة. المومي جينز ممكن اديله 5 من 10، وده بسبب يعني ان هو نوعا ما لونه حلو، ونسبيا برضك يعني شكلين حلو، ولكن الجزء اللي من فوق فيه قصته مش مظبوطه خالص. بالنسبه للجواكت، انا كنت قايله ان انا، او انا كنت كاتبه ان انا محتاجه جواكت معينه، من ضمنها محتاجه جاكيت جلد وجاكيت جينز، علشان الجينز بالنسبه لي بيتلبس في الصيف وفي الشتاء، فانا ما عنديش اصلا جاكيت جينز، وكنت محتاجه بالطو طويل اسود. انا ما جبتش غير الجاكيت الجلد. الجاكيت الجلد دوت هتلاقوا بردك صورته ظهرت او فيديو على حسب ما هلاقي. الجاكيت دوت حلو جدا، وهو جلد طبيعي، وكنت جايباه بردك مستعمل. ايه، اغلب اصلا الحاجات اللي في القائمه دي مستعمله، ما فيهاش حاجه جديده غير البناطيل الجينز وشويه اكسسوارات، انما الباقي كله هدوم مستعمله، فهو الريفيو اصلا عن الهدوم المستعمله. المهم، هو كان جاكيت جلد طبيعي وحلو جدا، وستايله بالنسبه لي حلو وقصته حلوه، لان هي كاجوال اكتر، انا بميل للحاجات الكاجوال، وشكله قايم كمان بالنسبة لسعره. يعني لو هقيم الجاكيت الجلد هديله 9 من 10 او 9.5 من 10، مش عارفة النص ده ناقص ليه، ولكن يعني شيء كده من اي حاجة وخلاص. وتاني جاكيت جبته وما كانش على القايمة خالص، هو الجاكيت التيدي دوت، او الجاكيت الفر. انا بعد ما جبته هو حلو بالنسبة لي وجميل، ولكن مش عملي، مش عملي من نقطة ان انا هلبسه، يعني مش هقدر انسقه على اكتر من حاجة، اللي هو مثلا ممكن يتلبس لوحده، او يتلبس على بلوفر احمر مثلا، او اي بلوفر تحتيه رقع عليه، وبرضك ممكن تحت جام سوت. بس انا حاليا ما عنديش جام سوت، فهو بالنسبه لي قدامه خيارين بس. كان بقى في ستايلات اكتر على بنترست انا شفتها، كنت حاساها هتريق اكتر مع الحاجات اللي عندي، وهتمشي معايا اكتر، واحسها عمليه اكتر، ولكن مش عارفه لو جبت حاجه زي كده هيبقى شكلها ايه عليا صراحه، لانها ممكن تتخن شويه، عشان الحاجات دي إيه فيها شيء من ان هي عايزه ناس رفيعه، او ناس مش مليانه، يعني انا ممكن ارفيع من فوق بس بردك من تحت، فممكن يخلي جسمي مربع، ولكن ده كان مقاسه مظبوط عليا وحلو، فممكن اديله 7 من 10. عشان هو بردك ستايله حلو، عشان شكله كيوت جدا. دلوقتي هنيجي لنقطه الشوزات والاكسسوارات، اللي انا لسه لحد الان مش عارفه فيهم ستايلي صراحه، علشان ما بقاش بحاول. انا قليل جدا لما بجيب شوز وتعجبني، او شنطه واحسها داخله دماغي، او حزام او كده، كل الحاجات ديت بحسها مش بتيجي معايا بسهوله. فمن الحاجات الصراحه اللي انا اشتريتها وحسيتها حلوه جدا وعمليه جدا ولبستها كتير جدا الشتا دوت، هي اللوفرز دي. اللوفرز دي اول ما جبتها صراحه كنت شاكه ان انا ممكن اجيبها واركنها، وان انا ماشيه ورا ترند، بس انا لقيتها على بنترست كانت بتتلبس باكتر من طريقه، وعلى حاجات ياما كان عندي شبهها، فقلت صراحه اجيبها واجرب. هي بتمشي فعليا على هدوم كتير جدا عندي، واوقات كتير قوي مش ببقى عارفه الحاجه دي ممكن البس لها ايه او كده، ولكن بحس ان دي بتريق على اي حاجه وبتمشي، لدرجه ان انا بفكر اشتري واحده بيج او واحده فاتحه يعني للصيف، علشان هدوم الصيف عندي فاتحه. هي بس عيبها الوحيد ان هي اكبر من مقاسي شويه، ان انا ما لقيتش مقاسي ساعتها، 37 واسع جدا عليا، ولكن هي كشوز عملية جدا وحلوة جدا وشيك، ولبستها كتير جدا، ولحد الان سليمة زي ما هي. كمان حلوة جدا هي كانت من جوي وروي، انا صراحة عجباني جدا، واتكلمت عنها كتير جدا جدا جدا. من الاكسسوارات اللي جبتها ومعجبتنيش خالص 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 الطاقية دي، كان انا هروح اجيبها، مش عارفة هي كانت ستايلها غريبة، انا ما عنديش صورة بيها وما عنديش فيديو بيها، وغالبا مش هقوم افك التسريحة علشان اقيسها، ولكن
مش عارفه، انا لما جبتها يعني كنت مستعجله، فاخدت راي الناس اللي حواليا وكده، ما بصيتش فيها يعني، لانها كانت اخر حاجه بشتريها وانا مروحه. بس بعد ما جيت في البيت بجي البسها في المرايه، حاسه انها حلوه، بس باجي ابص لنفسي من بعيد او البسها في صوره مثلا او اتصور بيها، بحسها مش مبينه وشي خالص، وبحسها مش عارفه فيها حاجه غلط، بس انا مش عارفه ايه هي. بس هي يعني ما كانتش غاليه قوي، فدي من الحاجات اللي هقيمها ب ممكن 2 عشان اكرمها كده، 2 من 10 يعني. في الحزمه دي برضو اشتريتها، هما حلوين جدا وخامتهم حلوه وما قلتش عليهم اي حاجه خالص، ولكن ده مش مناسب لللبس اللي عندي في الصيف، في الشتاء قصدي، ده مش مناسب للبس اللي عندي في الشتاء بسبب الدواير ديت والحاجات ديت، مع ان لبسي ساده، بس مش عارفه ما حسيتوش ماشي قوي غير على الحاجات السوداء. فتره كان الصراحه متلبس سيامه. بالنسبة لده بقى، ده شكله قايم وشيك، وانا جبته على اساس ان انا البسه على الحاجات الفانتج وكده، بس برضك بحسه بينقلني نقلة كلاسيكية حضارية غير الحاجات اللي انا بلبسها. فترة كان ما بيتلبس على حاجات ياما خالص. كنت جايبة واحد قبل كده واتقطع، هو ده كان اكتر حاجة عملية تقريبا، كان اسود كده وكان في حاجات ذهبي كده من هنا، فضي قصدي من هنا، وكالتوكة بتاعته فضي كبيرة، ده كان اكتر حاجة كاجوال، كانت اكتر حاجة بلبسها حرفيا لغاية ما اتقطم مني. انما دول هما جلدهم حلو، حلوين كل حاجة، ومن منشية من الزنقة، مش يعني من حاجة براند او من حاجة مستعملة او كده، وكانوا جداد. بس كشكل مش جايين معايا. في الشنطة دي، انا الشنطة دي صراحة جايباها للشغل عشان انزل بيها للشغل اكتر، فعلشان كده جبتها، حجمها كبير شوية عشان احط الحاجة فيها، عشان بخاف الحاجة بتاعتي دي عشان انا مسطولة شوية. ولكن كلبس خروج او كده، هي اصلا طلعت ولادي، بس بعيدا عن ولادي يعني، حاجه مش مهمه، هي كبيره نسبيا عليا في الحجم ان انا البسها كده على جسمي من فوق. فلو هجيب حاجه تانية خروج زي كده، اجيبها فيها اكسسوارز اكتر، ما تكونش ولادي قوي كده، بالذات في الصيف، علشان لبس الصيف عندي في لبس كتير بناتي، وفي نفس الوقت تبقى حجمها اصغر شويه يعني. وكده دي كانت الحاجات اللي كانت في قائمة المشتريات بتاعتي اللي انا كنت حاساها نقصاني وجبتها. في بقى حاجات طبعا ما جبتهاش، لان انا ممكن ما اكونش لحقت، ممكن اكون جبت حاجات تانية يعني، في حاجات برضك هكملها الشتاء اللي جاي عادي. ولكن المهم ان قائمة المشتريات بتخلينا مركزين دايما احنا بنشتري ايه، يعني دي حاجة نقصاني هجيبها، دي حاجة ممكن اجلها لبعدين، او شفتها عجبتني وعندي حاجة ابدا محتاجة اجيبها، فهجيب اللي انا محتاجاه الاول، وبعد كده هبقى اجيب اللي انا شفته جديد مثلا ولفت نظري. في نفس الوقت هتخلينا ما نجيبش حاجه تكون زياده ومحتاجه حاجه تكملها، يعني انا مثلا كل الحاجات اللي انا جبتها كانت حاجات كانت ناقصاني وكنت محتاجاها، او حاجات عايزه البسها ايا يكن يعني، وجبتها. انما مثلا فكره ان انا انزل اشتري هليلي كده، او من غير يعني قايمه، او من غير اصلا ما اشوف اللي عندي في الدولاب، كان بيخليني كل فتره اجيب حاجات جديده، وفي نفس الوقت عندي حاجات تانية مش لاقي حاجات تكملها البسها، ويبقى عندي حاجات ياما قوي، ويدخلني في مشكلة اني ما عنديش